السلام عليكم. دلوقتي نشوف ازاي نرسم حائط ويكون في هاتش او يكون في باترن معين. هقول له انا عايز ارسم وول وابدا ارسم الوول بتاعي بالشكل دوت اهوت. طيب بقول له انا عايز اشوفه في 3D. طيب هبدا اعمل سيلكت للوول دوت وادخل في الخصائص بتاعته الايديت وبعد كده اخش في الماتريال. اقول له انا عايز الماتريال مثلا ديفولت فورم او اي ماتريال تختارها مفيش اي مشكله خالص، مثلا ديت اهي ابيرنس. وبعد كده هاجي هنا على الصوره وابدا اختار الصوره بتاعتي اهي. الصوره دي اقدر في اي وقت اعمل لها ماونت، وهنا بيجيب لي عرض ليها. ممكن اقول له انا عايزها على شكل مثلا كيوب، ممكن ادخل هنا في الصوره ديت في الشكل دوت وابدا اغير الحجم بتاعها، يعني مثلا هنا مثلا دي 20 تمام تخلي مثلا دي 8 تمام. وتقدر تفتح وتغمق الصورة زي ما انت عايز وتعمل لينك تكتشر ترانسفير دان. وبعد كده هقول له هنا مثلا الاعداد دي ممكن تقول له يوز ريندر ابلاي اوكي. واجي هنا هقول له رياليستيك واقول له بدل الالكتريكال دي خليها اركتكتشر، فيظهر معايا الحيطه بالشكل دوت. فتخيل بقى لما تعمل الحيطه بالجمال دوت بالاسلوب ده وغير الطريقه ديت هتاخد منك وقت قد ايه.